لو فتحنا الفيسبوك دلوقتي هنشوف لقاءاتها مع الفنانين وأسرارهم اللي بتطلعها منهم. أسماء إبراهيم عرفت تخلي برنامجها حبر سري، واحد من أهم البرامج. لا، والفنانين يفكروا في كل كلمة بيقولوها معها، أصلها ما بترحمش. نجاحها الإعلامي ده هو اللي أثر على حياتها الشخصية. فجأة أعلنت انفصالها عن خطيبها، وزي ما هي عاملة قلق بشغلها برضو عاملة قلق من بعد انفصالها. أصلها عملت حفلة، يا ترى الحفلة دي سببها إيه وإيه اللي حصل فيها ومين اللي رقص، ويا ترى ايه اللي جاب تامر حسني كمان. اسرار كتير هتعرفها معايا في الفيديو ده. في شهر سبتمبر السنة اللي فاتت، أسماء إبراهيم أعلنت خطوبتها على المطرب موسى، ونزلوا صور وكلام وحركات رومانسية، يعني حب حب مفيش كلام. موسى طلع يعيط من فرحته، وهي تقوله دي أغلى دموع عندي، يعني واضح إنهم عاشوا قصة حب وخلاص الحمد لله عرفوا يتخطبوا. الدنيا ماشية تمام، وأسماء بتنجح كل يوم عن التاني وكل موسم عن التاني في برنامجها حبر سري. بس برضو زي ما قالت فجأة إنها اتخطبت، يعني لأنها أعلن على الانستجرام عندها انها انفصلت عن موسى، وقالت انه انسان محترم وربنا يكرم الجميع. ما قالتش اسباب معينه، ولا حتى موسى طلع واتكلم وقال حاجه. بس في ناس بتقول ان الفتره الاخيره كان بيحصل بينهم مشاكل كتير، وعلشان المشاكل دي قرروا ما يكملوش. المهم ان اسماء من بعد ما اعلنت خبر الفركشه لانها عملت حاجه غريبه جدا، اكدت كلام ان كان في خناقات ومشاكل بينهم وانها ارتاحت منها. اسماء عملت بول بارتي عندها في الساحل، ومش حفله على الضيق كده هي وصحابها القريبين مثلا، لا دي حفلة فيها معظم الفنانات اللي استضافتهم في البرنامج عندها. الليسي قام بالواجب وقعد يغني ليهم وعمل شغل عالي قوي، ورقص مع كل الموجودين زي ما شفنا في الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا. زينة، ايتن عامر، حنان مطاوع، عبير صبري، واختها مروة صبري. المفاجأة بقى نادية الجندي اللي كانت فضلت ترقص ورجعت شباب كأنها بتقدم مشهد رقص من مشاهدها في الافلام، بس الصراحة هي ما كانتش بترقص على اغاني الليسي. نادية الجندي عملت ديو مع تامر حسني وقعدت ترقص معاه على اغنية يا بنت الايه. طبعا وجود تامر معاهم يعني بحكم انه صاحب زينة ونادية الجندي واسماء ابراهيم، ويمكن الحفلة دي معمولة اللي بيعملوا موف اون ما حدش عارف. المهم انه كلهم كان باين عليهم انهم فرحانين وصهللوا كده. ناس كتير شافوا ان توقيت الحفلة ما كانش ينفع دلوقتي، علشان يعني اسماء اعلنت انها انفصلت من يومين، وقالوا ان حتى لو هي عاملاها علشان تغير جو هي واصحابها، هي هتتفهم انها بتحتفل انها فركشت. اسماء ما ردتش على الكلام ده، مع انها من اكتر المذيعات اللي بيردوا على اي كومنت في نقد ولا هجوم عليها، وياما تعرضت لي بعد حلقات قدمتها في البرنامج بتاعها. اسماء ابراهيم من اول موسم لبرنامج حبر سري عرفت تستضيف فنانين صف اول، وعرفت تطلع منهم اسرار كتير، لدرجه ان ناس كتير شبهوا طريقتها وبرنامجها زي طريقه بسمه وهبه، وده لما بتجيب الفنان وبتعصره علشان تطلع منه بالاسرار. وكل موسم عن التاني بتعمله اسماء بتنجح عن اللي قبله، وده تالت موسم ليها. وبعد كل حلقة لازم نلاقي على السوشيال ميديا قلق هي عملته مع الضيف بتاعها، حتى ولو بتصريح واحد. الكلام ده كان باين قوي في حلقات رمضان اللي فات، واللي جابت في الحلقات دي فنانين كتير من اللي قدموا مسلسلات زي زينة، واللي اعلنت معاها انها مش هتشتغل مع محمد سامي تاني، وده اللي اكد عند الناس ان في مشاكل بينها وبين كل اللي اشتغلوا في جعفر العمدة، وده من اول رمضان لحد محمد سامي. وغيرهم من الفنانين اللي عرفت تعمل معاهم حلقات قوية وتطلع منهم بأسرار ناس كتير ما يعرفوهاش غير لما قالوا عنها.